إنك تدرب فريق كبير كان بيعاني قبلك، فدي مهمة صعبة، الكل بيطالب برجوعه ومستني يشوف الإنجازات تاني. فما بالك لما تكون بطولة إفريقيا هتتلعب في البلد اللي بتدربه والكل مستني يرجع. بعد انتقادات كبيرة لسيدورف وانتهاء فترته مع الكاميرون بالخروج من أمم إفريقيا 2019، كان البديل توني كونسيساو اللي في عمر 58 سنة قرر يدخل تجربة جديدة في أدغال إفريقيا. كونسيساو بدأ مسيرته الكروية في الثمانينات كظهير أيمن، وقضى مسيرته كلها في البرتغال مع فرق براغا وريو بيلي وفيزيلا لحد ما انضم لبورتو سنة 1989، وبعد سنتين كاملين ما لعبش فيهم إلا ماتش واحد بس قرر يعتزل في سن 29 سنة. توني كونسيساو من بداية رحلته التدريبية كانت أغلب محطاته بين البرتغال ورومانيا، مروراً بتجارب سريعة في السعودية وقبرص. صحيح ما كانش مدرب لفريق كبير في مسيرته الطويلة، وفوزه بلقبين كأس رومانيا والسوبر الروماني مع سي اف ار كلوج كان أبرز إنجازاته مع بطولات الدرجة الثانية في رومانيا والبرتغال، ولكن كونسيساو تخطى المرحلة الصعبة في البداية بالوصول للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم على حساب كوت ديفوار. بداية المدرب البرتغالي مع الكاميرون ما كانتش على مستوى طموحات الجمهور، وبدأ يكون في بعض الهجوم عليه. هجوم قبله زامبو أنجويسا لاعب نابولي ومنتخب الكاميرون بطلب من الجمهور إنهم يصبروا عليه. إنه قريب للغاية من اللاعبين، يحاول أن يساعدنا في كل وقت، نحن مدينون له بالكثير. أنجويسا عن كونسيساو سنة 2020. كونسيساو فاز ب 15 نقطة مع الكاميرون من 5 انتصارات وهزيمة واحدة قدام كوت ديفوار، و4 كلين شيت أمنوا تواجد الأسود في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم. بين الأربعة 3-3 والأربعة 4-2 وأوقات حتى اللعب بثلاث مدافعين وقت الحاجة، اختلف أسلوب لعب كونسيساو مع الكاميرون، والمهم هو الوصول للفوز حتى لو الأداء مش مرضي للكل. كونسيساو مغيرش كتير في الهيكل الأساسي للمنتخب الكاميروني مع دخول عدد قليل من العناصر الجديدة على فترات، وإعادة استدعاء لعيبة غابت عن أمم إفريقيا الأخيرة على رأسهم في سنتي أبو بكر. من 16 مباراة درب فيها كونسيساو منتخب الكاميرون كسب 9 ماتشات وتعادل في 5 وخسارتين قدام كوت ديفوار وكاب فيردي. 12 ماتش خرج بيهم كونسيساو بشباك نظيفة مع الكاميرون بين ماتشات رسمية وودية. مع إقامة البطولة في أرض الكاميرون ووجود رئيس اتحاد كاميروني جديد الأسطورة سامويل إيتو، هيكون كونسيساو فريقه تحت ضغط الظهور بأفضل شكل ممكن، أو قد يكون أول قرارات إيتو تغيير الجهاز الفني.